والآن ليتفضل السيد العضو الأستاذ محمد أبو العينين وكيل المجلس بإلقاء كلمته. نرجو الهدوء، نرجو الهدوء والاستماع إلى زميلكم السيد وكيل المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المستشار الجليل حلفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إخواتي وأخواتي معالي السادة النواب الشعب، تحية مباركة طيبة، تحية تملأها نسمات الديمقراطية المسؤولة التي نفتتح بها مجلسنا الموقر، تحية تملأها الوطنية الصادقة التي أشعر بها في وسطكم مشاركا معكم لكتاب التاريخ تشريعي جديد وسياسي حديث، تحية تملأها دعوات المخلصة للجميع بالتوفيق في خدمة وطننا الغالي مصر، تحية تملأها طموحاتنا جميعا أن نقدم لشعبنا العظيم كل ما هو نملك من تضحيات، تحية يملأها الفخر والاعتزاز والتقدير لقيادتنا السياسية، حسن الأمانة لمصر، حسن الأمانة الذي يبني ويعمر، نشهد لها تاريخا ناصع البياض في الظروف الاستثنائية وتحديات المحيط الحيوي الإقليمي وسط وباء الكورونا اللعين. تحية إلى سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صانع النهضة المصرية الحديثة. الذي وهب حياته فداء للوطن، بعث الأمل وحقق المعجزات في وقت قصير لبناء مستقبل باهر. بنى رؤية طموحة وخطوات استباقية طموحة هدفها أن يبني بلدا جديدا بطموحات كبيرة غير تقليدية، وأن يقفز بمصر قفزات كبرى وينقلها إلى مكانة جديدة. السادة النواب، إن وجودنا اليوم في هذا المظهر الحضاري الجميل بهذا التنوع الذي يمثل كل أطياف الشعب، 13 حزب وعناصر شبابية واعدة، وتمثيل غير مسبوق لعظيمات مصر، رسالة تؤكد على استقرار الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لإصرار مصر على المضي قدما على طريق بناء دولة عصرية حديثة. تحية لكل من شارك في صنع المشهد الحضاري الذي يفخر به كل عاشق ومحب لهذا الوطن، الشعب المصري العظيم، رجال الشرطة وقواتنا المسلحة، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة الراحل الجليل المستشار لاشين إبراهيم، وقضاء مصر الشامخ حراس العدالة. تحية تقدير وإعزاز للقيمة والقامة القانونية الدكتور علي عبد العال الذي أعطى بلا حدود وقال دفعة العمل الوطني البرلماني السابق في أصعب الظروف، وحقق أرقاما قياسية لم يشهدها البرلمان المصري من قبل. نفخر ونعتز بموقفه الوطنية وحسه الإنساني وانحيازه للوطن والمواطن. تحية للمجلس بأعضائه السابقين المتواجدون بيننا أو من بين لم يحالفهم التوفيق، كنتم مثالا للوطنية والإخلاص وشركاء في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ونهضتها. معالي المستشار الجليل رئيس مجلس النواب، الزميلات والزملاء الأعزاء، لقد طوقتم عنقي بشرف عظيم، والثقة الغالية التي منحتموني إياها باختياري وكيلا لمجلسكم الموقر لأتوج بها جهد وكفاح سنين عمري، ولا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل النواب الشعب ضمير الأمة. هذه الثقة الغالية هي تشريف وتكليف، تكليف بأن نواصل العمل معا من أجل مصر ومساندة جهود قيادتها لتحقيق طموحاتها اللامحدودة. أنا على يقين بأن هذا المجلس برئاسته ذات القامة العلمية والقانونية والسياسية الكبيرة
وبوكيليه وبرؤساء هيئاته البرلمانية وبأعضاء مكاتب لجانه وبكل أعضائه وبتشكيله المتنوع من الأحزاب السياسية والمستقلين، سيكون على قلب رجل واحد وعلى قدر تحمل المسؤولية، سوف يؤدون الأمانة حاملين هذه الرسالة بكل فخر واعتزاز. بصلتنا هي مصلحة الشعب، وهدفنا رفعة الوطن، وطريقنا دعم رؤية الرئيس لبناء دولة عصرية حديثة. سنقف بقوة سندا ودعما لمؤسسات الدولة لاستكمال ما حققته مصر من إنجازات. سنعمل لاستكمال جهود المجلس السابق في وضع الأساس التشريعي لمصر المستقبل، وسنواكب في عملنا الخطوات السريعة للرئيس السيسي على طريق البناء والتنمية والتحديث، وسندعم جهود الدولة في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نواجهها واستغلال الفرص التي خلقتها. فنحن نشهد مرحلة فاصلة يعيد فيها تشكيل العالم كونه وكيانه وخريطة قواه السياسية والاقتصادية، وسنعمل مع مؤسسات الدولة لاقتحام قضايا المستقبل بتشريعات وممارسات وسياسات جديدة تدمج مصر في حركة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي. لن نهادن ولن نتهاون عن عمل تشريعي يجمع مسيرة التطور والإصلاح التي نخوضها وتخوضها الدولة المصرية. معا نواجه هذه الصعاب والتحديات. سنسعى لاستغلال كل دقيقة في سبيل إنجاز مهامه ومواقفه ومواكب رؤى الرئيس وطموحات الشعب، رغم الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع. سنقف جوار قواتنا المسلحة والشرطة لحماية الأمن والحفاظ على الاستقرار، وسنساند السلطة القضائية لتستكمل رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة. سنواصل عملنا بفاعلية على الصعيد الدولي بعد جسور الصداقة والتعاون والشراكة مع مختلف برلمانات العالم الشقيقة والصديقة، مستكملا نجاح السياسة الخارجية لندافع عن مصالح بلدنا وأمنها القومي وقضايا أمتنا العربية والإسلامية في مواجهة مخططات قوى الشر ومن يدعمهم. سنحرص على التعاون مع مجلس الشيوخ برئاسة القامة السياسية والدستورية الجليلة التي نفخر بها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضائه من ذوي الخبرات والكفاءات في كل مجال، لنقود به سفيرة التشريع إلى ما تصبو إليه دولتنا الحبيبة. سنحرص على تقديم صور مضيئة ومشرقة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطي أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لا يسعني قبل أن أختتم إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير واعتزاز القيمة والقامة القانونية الدكتور علي عبد العال ورفاقه، كما أنني بكل فخر واعتزاز أحيي ما قامت به الأمانة العامة والأستاذ الدكتور المستشار محمود فوزي لما قدمه من عمل دؤوب وعمل جليل وفر علينا الكثير، وتابع فيه التكنولوجيا الحديثة وفي اتصال مباشر ليل نهار حتى يقدم عملا مرموقا محترما لهذا المجلس. تحية للمجلس السابق وأعضائه المتواجدين بيننا أو لما يحليهم الحظ، كنتم خير كنتم على قدر المسؤولية وعظيم الأمانة، كنتم شركاء لنا لما تشهده مصر من نهضة حقيقية وتقدم على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الشكر والتقدير لتعاون الحكومة مع مجلسكم الموقر، وكل الشكر والتقدير لكل الأصدقاء الأحباء الذين منحوني هذه الثقة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون أهلا لها معكم وبكم. سوف نشارك في عمل برلماني جليل، وفقد الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.